أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: يوجد في بعض الجهات عندما يموت رجل فإنهم يقومون بدفن معه طفل. نعم. يقول: يوجد في بعض الجهات عندما يموت الرجل فإنهم يقومون بدفن الطفل معه، يقولون بأنه يشفع له، هل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح، لا يجوز أن يدفن في القبر إلا واحد، إلا ميت واحد، إلا عند الضرورة إذا كثر الأموات وصعب الحفر لكل ميت يجوز القبر الجماعي اثنين أو ثلاثة حسب الضرورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد، لما كثر القتلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن، أن يجمع بين الاثنين في القبر لأجل الحاجة والضرورة، لأن الموتى كثيرون والصحابة فيهم ضعف عن حفر لكل ميت، فإذا دعت الضرورة إلى دفن اثنين في القبر فأكثر فلا بأس، أما من غير حاجة هذا لا يجوز. وهذا العمل الذي يقولون أنه من أجل الشفاعة هذا مبتدع، الشفاعة تحصل بدون أنه يدفن معه، إذا أراد الله وأذن أنه يشفع له هذا الطفل هذا لو ما دفن معه يشفع له، ولو كان الطفل مدفون بالمشرق والميت مدفون بالمغرب، الشفاعة ما لها تعلق بدفن الاثنين جميع. نعم.